حبايبنا المستمعين، وصلنا لفقرة الأبراج الصينية ونورنا اليوم الفلكي والروحاني سنما، واليوم راح نتحدث عن الأبراج الصينية. أولا صباح الخير سنما. يا صباح الخيرات، تحياتي لك والنور نورك. يسعد صباحك إن شاء الله. الله يسلمك، تحياتك يا طيبة. أشكرك. اتصلوا بينا مجموعة من المستمعين وبعثوا لنا كل شخص تاريخ ميلاده وبرجه. قسم منهم حبوا يعرفون التوافق بينهم وبين شركاء حياتهم، وقسم اكتفوا بأبراجهم. نبدأ ويا أبو فهد، كان أول اتصال ويانا، مواليد 88 يوم 4 شهر الواحد. زين، 4-1 هذا برج الجدي، و 88 برج هنا 4-1 صار برج الأرنب. نعم. يعني عادة السنة الصينية تعتمد على اليوم والشهر والسنة. نعم. فبالتالي كثير من الأشخاص يعتقدون أنها تعتمد بس على السنة، فيقول لك 88 هذا برج التنين، بس الحقيقة ما زال 4-1 يعني مولود في بداية السنة، فهذا يرجع إلى برج الأرنب وليس التنين. وهنا من الأرنب الناري. ها، الأرنب الناري طبعا يعني تصناف بالأرانب، يعني هذا الأرنب بطاقة. لا، الأرنب المندفئ والمتحمس أكثر من باقي أنواع الأرانب. يعني هذا أحسن أرنب بيهم. لا مو أحسن، ليش؟ بالعكس، بمخاطرة. هذه بمخاطرة، مجازف هذا الأرنب. مجازف ومخاطر. عندك الأرنب الأرضي، هذا عملي تبع ماديات وفلوس وبزنس. يعني نتحدث عن برج أبو فهد بشكل عام، يعني أقدر أقول عن الحالة. بالمناسبة هو من الشخصيات المتزنة أقدر أسميه. ليش؟ لأنه برج الجدي، والجدي ترابي، وبنفس الوقت هو برج الأرنب الناري هنا، والنار ويه التراب أكو انسجام لطيف وجميل بيناتهم بالأصناف الصينية. نعم. فبالتالي خلينا نقول كشخصية متزنة، شخصية تعرف ماذا تريد، تمتلك ذهنية مالية جيدة. نعم. وذهنية تجارية أيضا جيدة. حياته بها تغيرات كثيرة، ما يمشي على وتيرة واحدة. والتغيرات تجي بشكل مصادف. شلون هالسنة على أبو فهد هاي؟ لا يحذر. الجدي جيد، الجدي ما عندنا مشكلة، بس الأرنب يحذر. لا، عليه أن يحذر. من الناحية العاطفية. الناحية العاطفية هي أفضل فترة الناحية العاطفية عندها هسه، هاي الشهر الثالث والرابع. أشي عاطفي أبو فهد وباي شارف. ننتقل إلى أم زيد. أم زيد طلبت برجها وأيضا برج زوجها أبو زيد. أم زيد 9/5/1979 وأبو زيد 3/2/1976 الثور والدلو، وطلبت أيضا التوافق بين برجها وبرج زوجها. حلو. شوفي، أبو 76 يعشق مولدة 79، يعشقها عشق مو طبيعي. أبو 76، نعم، 3/2 هنا 76 هنا برج الدلو، 76 برج التنين، وهنا التنين الناري. والدلو الهوائي هنا، فد انسجام رائع بالشخصية. يعني شخصيته هو شخصية أقدر أسميها اندفاعية حماسية، لكن يعرف ما يفعل. يعني مو متهور، صح، ومندفع وحماسي، لكن يصل إلى أهدافه بشكل صحيح. 9/5/79 هذه 79 برج العنزة. العنزة هي الإنسان الهادئ، الودودة، بيتوتية. مو شرط، مرات بيتوتية مرات لا. 79 مجدة أكثر من أم 91 وأم 67. نعم. 9/5 هي برج الثور، فهي إنسانة أكثر ما تكون عملية براغماتية هذه، لأنه هي صنفها أساسا أرضي، وهو صنفها ناري. يعني التنين الناري مع العنزة الأرضية رائع، أصلا يعشقها عشق مو طبيعي. اوكي، كلش حلو. بس هي مزاجيه، هي مزاجيه. المهم هو يحبها جدا. كل حتى لو ما يظهر لها فهو بداخله يحبها وما يقدر يستغني عنها. زيد جدا. تحياتنا لام زيد، سمعتينا زين ام زيد. وننتقل الى زينب، طلبت برجها اللي هو الجوزاء وبرج الدلو، ايضا طلبت التوافق بين يعني سنة ميلادها 2003 15/6 و 1992 15/10. زين، طلبت توافق بينها وبين هذا الشخص. أوكي. 15/6 هنا الجوزاء، 2003 هنا أيضا العنزة. أيضا العنزة هنا، لكن صرف مختلف من أصناف العنزة، لكن هذه إنسانة طيوبة لطيفة. نعم. اجتماعية جدا. وبالمناسبة هذا الأسبوع هو من أفضل الأسابيع بالنسبة للجوزاء، يتصدر أفضل الأبراج هذا الأسبوع. طيب، وعدها تحول عاطفي جيد ولو سنها صغير. يعني أنا ما أشجع فيه عمر للزواج، ما أشجع نهائيا، لكن هي عندها تحول عاطفي جيد هذا السنة، واحتمال تجيها فرص لها علاقة بخطوبة أو زواج من المحتمل بشكل كبير جدا هذا العام. طيب زين، مع هذا التاريخ التوافق مع 15/10/1992. طبعا هنا الميزان 92 برج القرد. القرد ويا العنزة فت كشكول لطيف. هو كشكول لطيف كله على بعضه حلو. يعني خلينا نقول علاقة
علاقة عصافير بين قوسين. اها حلو. يعني الاثنين هم مو جديين وحماسين وتعب بالحياة ومشي، لا لا عصافير وحدائق من هالترتيبات هاي. اوكي. وفيسبوك. تحياتنا الزنوبة. وننتقل إلى أنفاس الورد 8/7/1995 برج السرطان. هذه صعبة، هذه صعبة، هذه ليش؟ لأنه هي أساساً سرطان، وفي نفس الوقت برج الخنزير حساسة أكثر من اللزوم ومعطاء أكثر من اللزوم. لكن هي تمتلك في الجاذبية وحلاوة لا توصف. لا توصف، يعني هذه إنسانة جميلة جدا، شكلها لطيف، هي كلها على بعضها فتشي فتقالب لطيف. أوكي. بس مشكلتها شنو؟ مشكلتها أنه أكعد نوع من النحوسية. النحوسية موجودة في 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 شخصيتها. لكن هي جميلة جدا. لا لا أنا دا أقول لك يعني إلا طلعت هي حالة شاذة جدا تسمعني. لا لا. هذه الموالد أنا متداولة عليه بشكل كبير جدا. يعني جمالية لطيفة جدا، يعني بيها طاقة جذب كلش قوية. جدا جميل. تحياتنا الأنفاس الوارد. إلا طلعت هي حالة خاصة. لا لا هي جميلة بروحها وطلتها علينا وأكيد بشكلها أيضا جميلا. تحياتنا الأنفاس الوارد. من الناحية العاطفية الأنفاس الوارد. حلوة حلوة حلوة، بس للأمانة تبدأ المجهود بالعاطفة، تبدأ المجهود يعني هي بين قوسين عندها أكو فتاة مثلا أقدر أقول لك من الناحية العاطفية بنسبة كبيرة جدا ما يجيها نصيب. هذه الموالد لا هو يجيها نصيب، لكن هي تتعب بالعاطفة حتى لو جاها نصيب. شنو يعني جاها نصيب بشكل كثير جدا، لكن هي تتعب بالعاطفة بالحياة الزوجية أيضا تتعب. أوكي. تحياتنا الأنفاس الورد إن شاء الله ده تسمعنا. وحسن الزهيري طلب برج الحمل و 19/4/1994. روعة هذا شخصية عالية شو، وهذا بس يحتاج أن يعرف منين يبدي. يعني بس يخلي رجله على الخطوة الأولى، هذا راح تشوفيه عنده نجاحات كلش ممتازة، واسمه من الأسماء القوية تنسجم مع برج البابلي والصيني. جيد جدا. برج من الناحية العاطفية الحسن. حلو شبيه ممتاز. حلو ممتاز. أكو تغييرات هالفترة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. كل التوفيق الحسن الزهيري. عباس 10/7/1983. هذا أيضا الخنزير. أيضا الخنزير برج السرطان. إحنا قبل شوية تحدثنا على أنفاس الورد، لكن الفرق هنا أكو فرق ما بين الخنزير ما بين عباس الخنزير الخشبي والخنزير الناري. هنا اكو فرق بالتحليل. هنا لا، عباس اكثر اسمي اكثر دماثة، اكثر اهتمام بالامور الثقافية، الامور الكونتاكت، التواصل مع الاخرين. لكن بشكل عام تقريبا اقدر اقول ايضا هو من الشخصيات الجذابة المحبوبة، لكن على الجانب العاطفي يواجه متاعب. زيودي وغساق هم أولاد أم زيد. زيودي مواليد 1996 1/2، وغساق مواليد 1997 6/10. زين. زيودي هنا برج الفارة 1/2 برج الدلو، غسق 6/10 برج الميزان 97 برج البقرة. غسق حظوظها جدا جميلة هذه السنة، أكثر بكثير من زيد. أكثر زيد عنده حظوظ أيضا، عنده ارتفاعات، ممكن يكون عنده تحول. زيد تحول قد يكون إلى علاقة بقفزة من مكان إلى مكان آخر، كان يكون في مقعد دراسي، كان يكون من بيت إلى بيت آخر. لكن غزق عندها تحولات أكثر، والحظ يخدمها أكثر هذا العام. هي برج الميزان ونفس الوقت برج البقرة بالأبراج الصينية. جيد جدا. ننتقل إلى عاشق البارس مواليد 1994 16/12 وبرج القوس. عاشق الباص. البارس. باص ولا البارس؟ البارس. بارس. ها كوار. ها ما شفته. البارس. أوكي. زين 16/12 هذا هنا برج القوس بالعشرية الأخيرة. لا هذا هسه بدأ الشد عليهم راح يصير. يعني خلينا نقول بعد تقريبا شهرين يبدأ الشد عليهم، يستمر لمدة 4 أو 5 أشهر. لأن هنا بالعشرية الأخيرة من القوس، والآن زحل تقريبا دخل بالعشرية الأخيرة من القوس. بس بالنسبة إلى هذه المواليد أو إلى يوم ولادته بعده ما واصل بشكل دقيق. 94 برج الكلب عنده ارتفاعات، هو يستفيد من سنة الولادة مالته، لكن هو بذل مجهود ما بيها مجال. ننتقل إلى خير الله التميمي مواليد 2001 24/6 جوزاء. يعني خلينا نقول هو نهاية الجوزاء على بداية السرطان. أي. لا عنده تعب طبعا، مولود ماضيين برجين وبرجين حرجه. يعني هسه هذه كثير من بعض الفلكيين يقول لك هو مو جوزاء، هو سرطان مثلا. وكو ناس تحلله جوزاء. طبعا هذا يعتمد عليه هو نفسه، اذا شاف صفاته قريبه للجوزاء اكثر فهو جوزاء، اذا للسرطان فهو سرطان. لكن انا اعتقد فوق هذه المواليد هو اقدر اقول لا سرطان وليس جوزاء. سرطان. أيه. اوكي ثبت يمك يا خير الله. سرطان. اكو بعض يقول لك جوزاء بس، ولا لا سرطان يعتبر. لا طبعا بنشود مولود ماضيين برجين
مجهود 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 يبذل مجهود. بس برج الصيني حلو. برج الحية طبعا. الحية هذا كله جذب وقوة وحكمة. من الناحية العاطفية الخير الله الحية هي الحية أم العاطفة. أم العاطفة شنو بعد؟ أوكي شكو ممثلة حلوة خلينا نقول عليها الأضواء هي برج الحية. جيد. حسن رحيم يطلب التوافق بين الجدي والحوت. حسن مواليد 1996 شهر الثالث يوم 5 ويطلب التوافق مع 1997 شهر الواحد يوم 7. 7/1/97 هنا برج الفارة و 5/3/96 هم برج الفارة. الفيران مع بعضهم يقيمون علاقة حلوة. حلوة هاي علاقة حلوة لطيفة يعني هو يفهمها ويتفهمها. يتوحدون. هي طبعا يعني علاقة خلينا نقول لطيفة وأنا أشجع على مثل هيك علاقة. وبالمناسبة الجدي والحوت هم الحوت نحس هو نحس هو الحوت 5/3 نحس هو بس ويا الجدي وياها يعني تراهم ويا الجدي تراهم ويا طبعا الجدي هادئ يعني يقبل نحوسيته. أوكي حبايبنا المستمعين ننتقل إلى أغنية نأخذ استراحة بها ونرجع لكم. إيهاب مواليد 1993 يوم 16/1 برج الجدي يحب يعرف التوافق مع برج مع 1992 أيضا شهر الواحد يوم 27. شوف هذا التوافق صعب ليش؟ لأنه هو برج الجدي هي برج الدلو. والدلو والجدي لا يتفقان. هذا التوافق صعب ورح بين قوسين راح يأذيها إلها هي راح تتأذى أكثر من عنده. كلاهما برج القرد. القرد الرجل القرد مع الإمرأة القرد لا يتفقان. لا يتفقان مع لأن الممثلين من نفس البرج نهائيا. لو مثلا يعني في حال كانوا مرتبطين مرتبطين نعطيهم شو نقدر نكسب الشريك يعني. الرجل القرد شخصية تجارية. الإمرأة القرد شخصية حساسة ما لها علاقة بالتجارة والفلوس نهائيا يعني. زين شلون نجمع ما بين العاطفة والمال؟ هنا لازم هي تعرف شلون تتعاملوا يا بهذه الامور بحيث ما تتاثر بكلمات اذا كانت كلماتها ماديه اكثر من اللزوم او شخصيته ماديه. القرد الرجل قد يكون انتهازي بامور كثيره وما يتاثر او ما يهم بين قوس المشاعر الاخرين بينما المراه القرد لا قمه في الحساسيه. اوكي حبايبنا المستمعين ننتقل الى سجين المحبسين. اوكي سجين المحبسين ما ذكر لنا تاريخ ميلاده لكن برج الحوت ونحب نعرف بعض التفاصيل عن الحوت بشكل مختصر. الحوت الدلو العفو الدلو شخصيه مبتكره رياضيه ذات افكار خلاقه لكن هو مزاجي ما عنده فد راي ثابت. كثير ما ينجح بالامور الدراسيه الدلو وينجح ايضا بالامور العمليه بشكل جيد اذا كان يحب خلينا نقول الجانب اللي يعمل فيه. لا شخصية حلوة الدلو حلو من الشخصيات الحلوة القوية أنا أسميه. وهاي السنة بالمناسبة عندهم ارتفاعات جيدة وعندهم سفر وتنقل جيد. هذا العام ننتقل إلى علي بن الأعظمية طلب برجه اللي هو الأسد وتاريخ ميلاده 1986 20/8. هذا سمعتك أنت بالسيارة نعم وطلب برج صديقة اللي هو صادق 1977 شهر الثالث 20/8/86 هنا برج النمر الناري النمر الناري بشكل عام هو خلق للعسكرية يعني ينطيه شرطي عسكري شخصية مجازفة. وهسه لو ندخل للسجون نلقى معظمهم موالد برج النمر الناري. ليش؟ مندفعين حماسيين ويعني فهم عرضة للمجازفين عرضة للمخاطرة لكن في نفس الوقت هم عندهم حظهم يصنعوا نفسهم لأنهم مجازفين. جيد بالنسبة هو أسد بنفس الوقت ها شخصية قوية أسد ونمر. أوكي تحياتنا لعلي. ننتقل إلى صديق علي اللي هو صادق مواليد 1977 برج الحية هنا الشهر الثالث هو برج الحية. هنا الحية النارية لا هنا شخصية حكيمة بس أكفر نقطة كلش مهمة عنده صادق. صادق يحب يحب الناس تمتدحه يعني إذا كسبه بالمدح ما بيها مجال. أوكي زيد هاي نقطة ضعفة فخليه ما خليه مع علي إذا أريد كسبه وجماعة اللي وياه بس يمدحوه حتى لو ما يمتلك صفة يعني صفات معينة بالمدح فهم بس عليهم أن يمدحوه. أنت حلو يا صادق أنت البطل أنت كل شيء زين هو هاي بس المدح تكسبيه. أوكي تحياتنا صادق إن شاء الله ده يسمعنا. ننتقل للقتيبة. قتيبة مواليد 1990 1/2 شهر الثاني برج الدلو. لا دلو بنفس الوقت 90 هذا برج الحصان وهنا الحصان المعدني الحصان الذهبي الحصان العصامي. لا هذا شخصية شخص قوي يصنع حظه بنفسه وعنده قوة يعني عنده قدرة على
شلون نقول الدخول في معترك الحياة. نعم. ببسالة. أي هذا شخص قوي. بالنسبة للحالة العاطفية لقتيبة. قتيبة الدلو يسنده هاي السنة والبرج الصيني أيضا يسنده. لا عنده تحولات عاطفية حلوة إن شاء الله. جيد جدا. علاوي مواليد 1996 شهر الثاني يوم واحد. 1/2 أيضا برج الدلو 96 الفارة. علي شخصية لطيفة. حلوة بين قوسين. يعني. نقدر نكسبه بالكلمة الطيبة، نقدر نكسبه بالعلاقات الإنسانية البسيطة جدا. تلاحظين شلون؟ علي عنده تسلق حلو لطيف، لكن ما رح يكون بالفترة، أقدر أقول أكثر ما يكون بالشهر التاسع، بالخريف التاسع العاشر تكون فترة جيدة بالنسبة له. جيد. حمودي الأمير طلب التوافق بين برجه اللي هو الأسد والمواليدة 1995 شهر الثامن يوم أربعة طلب التوافق بين برجه وبرج 1999 شهر الثالث يوم عشرة. زين، هو 4/8 برج الأسد، هي 10/3 برج الحوت. الأسد والحوت صعبة. صعب. صعب. الحوت والأسد صعب. ناري بمائي صعب. لكن اللي يخدمهم شنو؟ اللي يخدمهم هو 95 برج الخنزير. نعم. البرج الحساس. قبل شوي حكينا على الخنزير. نعم. و99 هنا هي برج الأرنبة. بس يا أرنبة، الأرنبة الأرضية. هذه الأرنبة تمتلك فد قوة جذب رائعة جدا. جذب مو طبيعي. ومو 99. نعم. يعني إذا كان 99 أقصد الأرنبة، مو 99 هاي هنا ندخل على النمرة. نعم. لكن 99 10/3 هذه الأرنبة هنا تمتلك قوة جذب فظيعة. نعم. تخدمهم الأبراج الصينية طبعا. البرج الصيني 95 99 يعني كبرج صيني خنزير وأرنبة، لا علاقة حلوة لطيفة هي هاي تخدمهم. جيد جدا. سيف خالد طلب التوافق أيضا بين برجه اللي هو مواليد 1983 12/18 و 1991 3/2 91 و83 التوافق. ايضا عندنا الخنزير. شوف هنا هو برج الخنزير اللي تصلونه، وبنفس الوقت برج العنزة هم حلوه العلاقه هاي. طبعا عنزة وخنزير كلش حلوه لطيفه. زين. بس العنزة ام ال91 هاي مزاجيه. مزاجيه لازم يتحملها سيف. مو بس يتحملها، لازم كل اسبوع يطلعها. يطلعها لو كازينو لو حديقه ما بها مجال، يعني لازم يغير جوها. لازم يغير جوها. ننتقل للسجاره. بالمناسبه وهماتي النقناقيه هواي. بس نقناقيتها حلوه. اكو وحده تنقنق بس تاذي الرجال، يعني صعد عند السكر الضغط هاي. لا نقناقيتها حلوه يعني لطيفه يعني. لما تنقنق واحد يعجبه بس شوني يضحك عليها نقناقيتها. وتهتم بالامور الكماليه، تهتم بالبارفان الورده. زي. يعني بين قوسين تتقشمر بورده. خلي يسمعني. اها سمعتنا يا سيف، تحياتنا لك وتحياتنا للبرج اللي طلبته. سجا مواليد 2000 شهر الواحد يوم 7. سجا 2000 7/1 2000 هنا رجعنا نفس الحالة. برج الأرنبة قبل شو حكينا، الأرنبة والأرنبة الأرضية. الأرنبة الأرضية وهنا جدي. هاي عملية. هذه انطيها في وظيفة أو في مجال عمل. هي تنجح. طالبة بعدها طالبة بالمدرسة. ممتازة ممتاز إن شاء الله تنجح. وأنا أعتقد بأنه برج الأرنبة هي من أكثر الأبراج تفوقا بالمناسبة وحبا للدراسة. زيد. أينشتاين برج الأرنب معروف، يعني معروفين معظم الأشخاص المتميزين بالعالم هم برج الأرنب. حلو. تحياتنا سجاوي. وننتقل إلى جميل طلب التوافق أيضا بين برجه اللي هو مواليد 1971 شهر الواحد 25 و 1984 شهر الرابع يوم 4. يعني 25/1/1971 و 4/4/84 هذا برج الحمل، برج الفارة. الأمانة الحمل الآن أو البارحة، من البارحة بدأ يتراجع كوكب الزهرة في برج الحمل. نعم. فإذا هم متزوجين أقول شوية دير بالك وياها، لأنه تراجع الفلكي بالنسبة للكوكب الزهرة في برج الحمل معناته أكو بعض المشادات العاطفية بينه وبين. طبعا في برج بالنسبة لبرج الحمل أنا داحكي الآن. بالنسبة للإمرأة أعتقد أم 84. نعم. طبعا التوافق حلو بيناتهم. حلو بكل بكل سجام. أي أكون سجام طبعا. أكون سجام. الله يديم المحبة عليهم. ننتقل إلى سيف أبو التاكسي طلب مواليد 1986 شهر العاشر يوم 23. آخر يوم بالميزان. وطلب التوافق بين برجه اللي هو العقرب وبرج آخر اللي هو الأسد، لكن ما حافظ التاريخ، راح تزعل من عنده أكيد، بس طلب التوافق بينه. لا شوفي العقرب. العقرب كبرج أنثوي، هنا أنا أتحدث كبرج أنثوي. هو لا سيف العقرب.
ها سيف العقرب، سيف نعم. العقرب. المهم بشكل عام هذا شيء العقرب بشكل عام، الأنثى العقرب تجذب الحمل وتجذب الأسد بشكل لا يوصف. والرجل العقرب؟ الرجل العقرب لا، حالة مختلفة هاي، بس عندها شيء كأنثى اللي تمتلك فد ملامح خاصة الإمرأة العقرب. طيب الآن احنا نحكي على سيف هو عقرب الأسد، الإمرأة الأسد. نعم. لا هنا الحالة معاكسة صارت بالمناسبة. خلينا نقول كعلاقة كعلاقة جيدة، لكن بعش الزوجية لا، صعبة صعبة. الأسد واضح، واضح صحيح. واضح جدا. العقرب غامض، غامض. فهو الآن ايش قد ما يظهر وضوحيته أمامها، هي فترة خطوبة لازم يكون واضح طبعا أكيد. حتى يكسبها. لا شو أنا أقول أنا غامض. بس الغموض وين يظهر؟ يظهر بعد الزواج. بعد الزواج طبعا، بعد الزواج يظهر الغموض، يظهر الكتمان. وبالمناسبة برج العقرب من الأبراج الحاقدة. يعني بشكل عام العقرب ثلاث عشريات. العشرية الأولى هي أكثر العشريات مسامحة. العشرية الوسطية هي عشرية بينه وبين، أما العشرية الأخيرة لا، هذه عشرية ما بها مجال. أوكي. هو مو عقرب، هو نهاية الميزان. هو نهاية الميزان. هو مو عقرب، هو غلط كاتب هنا العقرب. هو نهاية الميزان، 23 بالشهر نهاية الميزان. نهاية الميزان يعني قريب على العقرب، يعني بين العقرب والميزان. نعم. خلينا نقول هو التعب اللي عنده بسبب كونه ما بين برجين، لكن هو انا اعتبره من، يعني خلينا نقول يشوف وضعه اذا كان قريب الى الميزان كشخصية فهو ميزان. نعم. وطبعا اذا كان بالميزان افضل له، لانه الميزان مع النمر الناري ابو 86 حلو، شخصية يعني متزنة. جيد جدا. ننتقل إلى كريم، مواليد 1985 شهر الثاني يوم 4، وبرج الدلو، وطلب التوافق مع برج القوس، وأيضا محافظ التاريخ راح تزعل عليه زوجته، نقولها لي قدام. طبعا التاريخ سنة الولادة جدا مهمة يعني. نعم. يعني, هو يعني دلو القوس أكون سجام، لكن نعم. يا سنة غير نعرف. مثلا هو بالنسبة له 85 برج البقرة. نعم. بالأبراج الصينية هنا برج الجمل بالأبراج الهندية. لا هذه شخصية تكون متحملة للمسؤولية، وشخص أكثر ما يكون عنده جاذبية، لكن الجاذبية مالته ما تجي بسبب حالة فجائية يقوم بها، خلينا نقول، أو ما تجي من خلال الشكل أو ما إلى ذلك، تجي من خلال الجلسة، من خلال أسلوبه القصصي، حلو. من خلال جذب الآخرين إلى عن طريق الكلام أو عن طريق السرد الأحداث. هذا الجذب اللي عنده. أكو جذب مختلف، أكو جذب بالجمال، هذا الجذب اللي عنده هو جذب كلامي أكثر كلام. ما يكون. نعم. وبنفس الوقت الدلو لا طبعا شخص حلو، حتى غيرات حلوة، شخصيته حلوة حلوة، بس عنده الشهر الرابع والخامس من الشهر الرائعة يعني. جيد جدا. تحياتنا الكريم، إن شاء الله يسمعنا. وآخر متصل اتصل ويانا فقرة الأبراج اليوم هو مهند الذهب، مواليد 1976 شهر الثاني يوم 8/2 هنا برج الدلو، 76 التنين الناري، الكوبرا. الكوبرا الهندية. لا هذه شخصية تجارية، ذهنية تجارية. جيد. عقلية، مع العلم أنه الدلو مثلا قد يكون هو برج هوائي ما له علاقة بالماديات، لكن تفكيره تجاري، هذا يصلح لأن يدير مصنع أو يدير فد إدارة معينة. جيد. لكن يمقت الوظيفة، لا تنقي وظيفة، ما يحب الالتزام أبد، مو التزام لا, لا 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 هو يلتزم لما يكون هو حر. هو حر نفسه، لكن قاعدي في وظيفة وفلان وقت تجي وفلان وقت تطلع، لا أبدا مو وتعال إلي. على البصمة أو على البصمة مو إلى نهائيا. مو إلى أوكي. تحيات. زين من الناحية العاطفية المهمة روعة. شنو روعة؟ أكو أحلى من التنين؟ هي شخصيتها حلوة. أوكي. تحياتنا المهند. الأبراج كلها تنجذب التنين. جيد جدا. تحياتنا المهند، وتحياتنا لكل اللي تواصلوا ويانا اليوم فقرة الأبراج الصينية. خلصت فقرة الأبراج الصينية حبايبنا المستمعين، نسمع فاصل ونرجع لكم. اليوم راح نتحدث ويا سلمى عن علم الطاقة، هذا العلم الواسع جدا، وكل إنسان عنده طاقة إيجابية وطاقة سلبية. هي الكون كله متكون من الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. شلون نكون إيجابيين بحياتنا؟ شلون نحفز هاي الطاقة الإيجابية بداخلنا ونبتعد عن كل شيء سلبي بحياتنا؟ راح نتحدث هذا الموضوع، وإذا يحب أي أحد يشاركنا ويسألنا أي سؤال عن الطاقة أو يستشير الفلكي والروحاني سلمى، يتصل بنا على أرقامنا الأساسيل 0770279819، وزين العراق 0782739510، أرقام الاسمس الاسيسيل 2114 وزين العراق 4483. مستمرين ويا الفلكي والروحاني سلمى وحديثنا عن الطاقة اليوم.
الطاقة طبعا بالمناسبة هذا شيء جدا مهم لأنه كثير من الناس قد ما يأخذ بنظر الاعتبار. الطاقة شلون نقدر إحنا نصنع لنفسنا أو ندخل نفسنا في عالم يجلب لنا السعادة. إحنا اليوم الإنسان بشكل عام يسعى في سبيل السعادة. كل حياتنا يسعى الإنسان ممكن يسعى السعادة ممكن بالمال. أكو بعض الأشخاص يعتقدون السعادة فهم ما يسعون في سبيل شنو الكسب المالي أو الحصول المال. أكو بعض الأشخاص يعتقدون بأنه السعادة تجي نتيجة للعاطفة كيفية اشتراك الشريك المناسب. فعلاً. فيسعى في سبيل البحث عن شريكته المناسبة والعكس صحيح. فكل شخص يسعى أو الصحة أو ما إلى ذلك. فكل شخص يسعى في سبيل يعزز ذاته من خلال السعادة. طيب. اليوم احنا هذه في جسم الانسان اساسا في شاكرات معينه، هذه الشاكرات اللي هي مراكز لبث الطاقه في جسم الانسان، وبالتالي هذه المراكز تؤثر على الجوانب او على الاعضاء اللي من حولها، وبنفس الوقت تؤثر على الجانب الحيوي، يعني جانبين، جانب عضوي وجانب حيوي اخر. اليوم في بعض الاحيان مثلا يعني انا في بعض الاحيان تجيني امراه تشوف مثلا أديها تقول لي أنا عندي ألم باليد. نعم. ألم دي صار عندي باليد. ومراجع الطبيب مرة مرتين ثلاثة. وما فاد أي علاج. ماكو علاج. والطبيب يقول هذا قد يكون فد رض معين أو فد شيء أو أنت جزء نايمة عليها. أو... طيب السونار الكشف بالسونار أيضا ماكو مشكلة. نعم. هي مدى تعرفون المشكلة لكن إحنا نعرف المشكلة وين. مركز الطاقة أساسا مدى يثبت بشكل صحيح إلى منطقة الألم. فبالتالي اكو شيء بالطب الصيني اسمه خطوط الميريديان، يعني هذه مراكز الطاقه السبعه الموجوده في جسم الانسان ترتبط بخطوط. هذه الخطوط مثل اشبهها مثل الصونده اللي مال المياه. كل مركز للطاقه يبث من خلال هذا الخط الى اعضاء مختلفه بالجسم، فيكون عندها مثلا خط الميريديان اللي يوصل الى منطقه اليد او منطقه الالم اللي عندها يكون منغلق. فنحتاج شنو؟ نحتاج أن نفتحها فقط حتى شنو؟ حتى نسري أو نساعد على سريان الطاقة من مركز الطاقة إلى نقطة الألم. وبهاي الحالة شلون يتم العلاج؟ هذه أكو حالات ممكن العلاج بالوغز بالأبر الصينية اللي هي ما إلها أي سلبية ولو واحد بالألف بالمليون، ما بها سلبية نهائيا لكن فقط فتح مسارات الطاقة. الوغز بالأبر الصينية ممكن نحتاج في بعض الأحيان أيضا إلى بعض الأدعية. نحتاج إلى حالات من الاسترخاء، نحتاج إلى حالات من الشهيق والزفير بشكل منتظم بحيث يعني يساعد على توازن بين قوسين الهدوء والسكينة بالنسبة للجسم، ويساعد أيضا على تحرير الكم الهائل من الشحنات إلى منطقة الألم. فأكو مجموعة من خلينا نقول من العلاجات، طبعا الموسيقى أيضا تلعب دور بهذا الجانب بس مو أي موسيقى. لكن أنا شفت أو النصائح أيضا تلعب دور. نصائح يعني إحنا بمجرد أن شخصنا مركز الألم أو مركز خلينا نقول الطاقة السلبية وين موجودة، راح نقدر أول شيء لازم نستخرج الطاقة السلبية، والشيء الثاني أن نقويها من طاقة إيجابية معينة. فإن الطاقة الإيجابية ممكن أيضا نستخدمها من خلال الآيات القرآنية أيضا. جيد. ليش بعض الأشخاص مثلا يقول لك أنا لما أقرأ سورة ياسين أرتاح نفسيا؟ بطبيعة الحال طبعا هنا ندخل بغير عالم آخر هو أيضا إلى علاقة بهذا الجانب، لأنه في لكل حرف ولكل كلمة في الآيات القرآنية هي جسم وروح في نفس الوقت. يعني الجسم هو من خلال الكلمة أو من خلال الحرف اللي ينكتب مثلا ألف باء تاء ثاء إلى آخره، والروحية هي من خلال الرقم، يعني بدل ألف نكتب واحد بدل باء نكتب اثنين إلى آخره، هذه الرقم. فالكلمة هي أيضا روحية، جسم وروح في نفس الوقت، وهذا أيضا يدخل في باب الطاقة اللي يساعد الإنسان على تخطي عواقب كثيرة موجودة في حياته. اليوم عندنا نحن نأخذ نوعين من أنواع الطاقة الأساسية. أكو شيء اسمه طاقة المكان، وأكو شيء اسمه الطاقة الداخلية عند الإنسان. يعني أكو طاقة والطاقة اللي الإنسان يكتسبها من الآخرين. يعني مثلا عدد الكسب، هسه نحكي مثلا المكان. مثلا يجي شخص يقول لك أنا ضايج من العراق، هواي انفجارات، هواي ايش اسمه يعني، واريد اسافر. طيب نسأله. او ضايج من منطقه معينه ازدحامات. لا اكو ناس مثلا مساله السفر هاي في المدير الرائج يعني بالسنين الاخيره. طيب وانت تروحان اتمنى ان اكون اروح لفرنسا مثلا تحت برج ايفل اتمنى. طيب اوكي مو مشكله، ما عندنا اشكاليه، تعال اقعد هنا سالفه جلسه الايحائي ونخليك انه عايش وين؟ برج إيفل. تحت برج إيفل. راح تظهر إبداعاته.
لكن هو داخل العراق ما عنده ابداعات، لان هو اساسا طاقته سلبيه، هو مو الكل، لا بالعكس اكو ناس متشبثه بارض الوطن ويحبهم اكثر للبلاد اكثر من غير بلاد اخرى. فهاي يسموها طاقه المكان، شلون نخليه يعيش كانه يعيش في المكان الخارجي اللي هو يتمناه حتى يبرز طاقاته الداخليه وابداعاته. اكو طاقة أخرى اللي هي الطاقة الداخلية عند الإنسان، هذه شلون نحفزها حتى تظهر؟ نحفزها من خلال احنا، يعني اليوم أنا طلعت من الصبح أريد تكون طاقتي إيجابية، فأكيد أسمع فيروز. فيروز يعني هي تعطيني الطاقة الإيجابية، بس بالمناسبة فيروز بالنسبة لي قد بالنسبة لغيري محمد السالم يعطي الطاقة الإيجابية. فهو طبعًا ياخذ صحيح. طبعًا هو ياخذ، شنو هو من هو اللي يعطيك الطاقة الإيجابية؟ أنت سمعيه، ما عندنا إشكالية، هاي كسمع. من الشخص اللي تحس بالسعادة إذا تسمعه؟ بالضبط، من هم الأشخاص النقناقين عندنا في هنا الكونتاكت ويا الآخرين؟ نعم. من هم الأشخاص النقناقين في حياتنا؟ صديق، عندك صديق، هذا الصديق دائمًا يشكو، دائمًا يشكي. نعم. هذا طاقته سلبيه. سلبيه بالمناسبه، هو ينطيك عدوى بالطاقه السلبيه، يعني لا فعلا. شعوريا لا شعوريا الشكوى مالته تنخزن بالعقل الباطن عندك لا شعوريا، فهي لما انخزنت بالعقل الباطن اثرت عليك من ناحيه الاحلام، من ناحيه اللا شعور عند التعامل مع الاخرين، فانت اخذت الطاقه السلبيه من عنده. زين، بهاي الحاله من عندنا صديق وده يشكي لنا عن مشكلته او عن همه حتى يفرغ مثل ما نقول طاقته، احنا شلون نستوعب هاي الطاقه؟ شلون ما نخليها تدخل لنا؟ شلون ما نخليها تنعكس على حياتنا وتكون شيء سلبي بحياتنا؟ اذا انت في طور علاج، يعني خلينا نقول هسه انا بالنسبه لي الناس اللي يجوني هم كلهم طاقاتهم سلبيه، زين انا شلون افرغ؟ يعني انا داخل من هذا السلبي، هم كلهم عندهم مشاكل. فعلا. زين اللي يجوني ده تسمع مشاكل العالم بالضبط. كلها، فأنا طاقات سلبية أخذ بشكل كبير جدا من الناس، لكن أفرغها بالليل عن طريق الإيحاء، عن طريق التأملات، عن طريق الصلوات، عن طريق أمور كثيرة. أنا أفرغ الطاقات السلبية اللي أخذها في يومي من قبل فلان وفلان وفلان إلى آخره. لكن الإنسان العادي اللي هو مو جانب علاجي، هنا الحالة مختلفة. هنا أنا أنصحه بالتعامل فقط مع الأشخاص اللي في طور علاج، يعني يجيني في طور علاج أنا أنصحه أتعامل فقط مع الأشخاص الإيجابيين اللي طاقتهم إيجابية. اللي طاقته سلبية ابتعد عنه، ابتعد عنه، ابتعد، لا تسمع له، لا تسمع له، سوي له بلوك. يعني خلينا نقول إحنا مو ما نقطع كلش، لكن نبتعد نبتعد نبتعد، وما نشغل نفسنا بمشاكل الناس. كل واحد عنده مشاكله، يعني أنا الشخص الاعتيادي مو بالضرورة أن يشغل نفسه بمشاكل غيره إذا هو عنده مشكلة أساسا. فعلا. فالإنسان لازم يفكر بنفسه، يفكر شلون يحل مشاكله، مشاكل خاصة، مشاكل خاصة، يبتعد عن مشاكل الناس، لأن كل شخص له مشكلته الخاصة. كل شخص له مشكلته الخاصة. أكيد أكيد. وتبقى الحالة النفسية أيضا مؤثرة. وعندنا اتصال. ألو. 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 حياك الاختيار دول أبو يعقوب والأحلى أستاذ. كل الهلا بحمودي الأمير. الاختيار ممكن أسأل أستاذ سمر؟ تفضل. تفضل، تحياتي يا طيب، هلا بيك. أستاذ سمر، أنا عندي حالة في صربية دائما. نعم. ايام الاربعاء والخميس والجمعه صار عندي ارهاق وتعب كلش مو طبيعي. نعم. يعني حتى من الفراش ما اقدر اقوم. اما الايام الباقيه لا والله اشتغل واطلع واروح وارجع، بس هاي ثلاث ايام تعبتني بالاسبوع. السبب ليش؟ شوف، اكو حالتين هنا، ممكن يكون بين قوسين نقول النجم مالتك ما ينسجم مع هذه الايام الثلاثه، لكن هذه الاحتماليه ضعيفه، لكن اكو احتماليه اقوى من عندها. ممكن يكون عندك فد عائق روحاني، انت عائق روحاني يتفاعل فقط بالايام هذه الثلاثه. انت تمر لي المكتب ان شاء الله انا اعالجك بهذا الجانب، اطمئن اكو علاج. وحتى صداع ويعني امراضك ومشكي منها بهاي الثلاث ايام كلش هواي تصير بي عوارض يعني. صح صح. وباقي الايام يعني صحتك وحالتك جيده؟ باقي الايام لا، صحتي اعتياديه واطلع واروح واشتغل. هسه اليوم ما حد يعني طبيعي وكل شيء مازي، بس اربعاء وخميس وجمعه ما اعرف شو يصير بي. وهذا على طول يعني ايش قد صار لهذا وياك؟ على يعني من 4 سنين 5 سنين صارت عندي. عائق روحاني ابتدا قبل 4 سنوات. نعم. فقط بهذه الايام. يعني خلينا نقول بين قوسين اللي عمل هذا العائق الروحاني حدده فقط بهذه الثلاث ايام. زين، هاي تاثر على حياته؟ طبعا فعلا طبعا. حمودي تقدر تراجع الاستاذ سلمى. نعم نعم سجينا، اقول حتى تصل لمشاكل الاشخاص اللي يعبهم يعني. صح. بس بهاي الايام، بس هاي الايام. اي هاي الايام هي يعني كلش مقطوعه عندي الثلاثه يعني. زين، بهاي الحاله انت يحتاج لك علاج نفسي، يعني طاقة، يحتاج لك طاقة إيجابية. بهالحالة تقدر تراجع الأستاذ سلمى. يقدر يراجعني. أرقام الأستاذ سلمى تؤمر.
هسه راح اذيح الارقام بعد شويه مال المكتب مالتي زين وسجلها يمك. خليك متواصل ويانا. اوكي تحياتنا لك يا حمود. او تقدر تدخل على الفيسبوك بس تكتب الفلكي الروحاني سنما، الارقام كلها موجوده، وباليوتيوب هم موجوده بالعربي، اكتب الفلكي والروحاني سنما. ومع ذلك هم اذيحها بعد شويه ان شاء الله. ان شاء الله تسمع الارقام، حضر ورقه وقلم. تحياتنا لك. باي باي حمودي. عندنا اتصال اخر. الو، انقطع الاتصال لكن مستمرين وياكم حبايبنا المستمعين وحديثنا عن الطاقة اليوم. الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية. اليوم فعلا الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. اليوم أنا تأثرت بحمود. هسه حمود عرفنا المشكلة، تعرف المشكلة مالته. هسه احنا قعدتنا هاي بهذا الاستوديو. نعم. ايش تتوقعين، طاقة إيجابية ولا سلبية؟ إيجابية. أنا هم أتوقع هذا الشيء. ليش؟ ما اعرف، ابتسامة، الفرحة، اكيد هذا جانب كلش مهم، التواصل ويا الناس، اكو الوان الاستوديو ايضا. ممتاز. وهذا اللي بدي اوصل اليه. انا دا اشوف الالوان مال الاستوديو، هاي الالوان الواسعة أيضاً. مرتبة جدا. هسه هذه الالوان لو كانت الوان ليست خلينا نقول مرتبة بالشكل الصحيح بالنسق الصحيح، كان بشكل لا ارادي شعرنا بانزعاج. نعم. لا ارادي. بس ما نعرف الخلل وين. قد ما نعرف الخلل بالالوان، لكن انا اعرف هسه اقول لك الالوان انا شخصين هاي النقطه. الالوان لعبت دور كلش كبير فعلا بالطاقه الايجابيه. الطاقه الايجابيه كطاقه مكان. الاحمر ينطي طاقه مع الازرق. طبعا الاحمر مع الازرق فتشي لطيف جدا. هو يعني هاي ترتيبه استوديو، ترتيبه مال استوديو، مو ترتيبه مال غرفه نوم مثلا. صحيح، اكيد كل شيء له ترتيبه. يعني هنا احنا بالاستوديو محتاجين طاقه حتى يعني نعمل بحيويه. وبالمناسبه متناسقه مع ملابس الشمات وملابس نفس الحاله، ازرق احمر. الازرق والاحمر يعطي طاقه للانسان. يعني الالوان لها تاثير على حياتنا. طبعا اكيد. دائما يعني نتشائم من اللون الاسود مع انه هو سيد الالوان. ومعظم المشاهير على الريد كاربت، بالحفلات، بالمناسبات يلتجئون للون الاسود. بعدنا الطاقه، نظره الفلك للون الاسود وتاثيره على الانسان. حسب، احنا ماكو مكان اذا ما بلون اسود، لازم يكون بي فعلا في كل مكان. وين ما تروحين هسه انت تريدين تسوين في التصميم معين، لازم تشوفين اللون الاسود ولو بشكل قليل. صح، اليوم احنا كراسينا سوداء. لا لازم، ما بيها مجال. مايكاتنا سوداء. لكن النقطه المهمه، ما يصير نكثر من الاسود. ما يصير نكثر من عنده. الاسود يجلب نوع من المتاعب. من المتاعب النفسيه. وبالمناسبه اللون الاسود بالحلم ايضا متاعب. هواي اشخاص لما يشوفون يعني خلينا نقول بلون اسود. نعم. معناته اكو متاعب واكو صعاب. يعني فشيء مو سهل خلينا نقول. فعلا. فبالتالي اللون الاسود هو من الالوان، هو سيد الالوان، لانه وين ما تروحين موجود. زي. ولازم يكون موجود. بالنسبه للمكان، مرات يعني المكان الواسع ينطينا اريحيه. انا من الناس اللي من ادخل مكان ضيق اختنق. هنا تعتمد ايضا على الحاله الشخصيه. يعني اليابان مثلا الشقق باليابان كلها 10 متر وناصيه وصغيره. يعني زين هذول شو يسوون؟ هم يختنقون؟ لا، عايشين وعندهم طموح وعندهم حب للحياه وعندهم. هنا تلعب دور يعني حسب قلت لك الوضع بشكل عام. لكن وبالمناسبه ايضا تعتمد على الشخصيه، على البرج ايضا تعتمد. يعني اكو بعض الابراج هي تحب الاماكن بها حدائق والاماكن اللي لا. انا يعني هاي الحاله مرافقتني هواي انه بس ادخل مكان ضيق انه اختنق. اي طبعا، انت غير برج الصيني مو مال اماكن ضيقه. اوكي. اليوم تحدثنا عن الابراج الصينيه وتحدثنا ايضا عن الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه. تبقى في كل انسان طاقه ايجابيه وطاقه سلبيه. نحفز الطاقة الإيجابية من خلال الناس اللي حولنا، من خلال الألوان، من خلال الابتعاد عن الناس السلبيين، من خلال إحنا شنو نريد. أكو شيء اسمه طاقة الجذب. نعم. أنا اليوم أقعد أقول اليوم أنا هيك وهيك وهيك راح أحقق من نعم. إنجازات. الحقيقة اللي دا أسويه هو أنا دا أعمل طاقة جذب لنفسي. وهذه الأمور اللي دا أتحدث به أمور قد تحدث بنسبة كبيرة جدا. علم الجذب هذا علم واسع وكبير. قريت عن نقطة، لأنه بالمناسبة أكو فد نقطة جدا مهمة. النفس البشرية أو خلينا نقول طاقات الإنسان الداخلية تخترق حاجز الزمن، فترى أمور لها علاقة بالمستقبل. يبدي الانسان تبدي شلون تظهر عند الانسان، تظهر اما بالاحلام فتكون احلام متحققه، او تظهر بالواقع الحياتي، تكون مخزونه بالعقل الباطن وتظهر بالواقع الحياتي.
ويشعر بها الإنسان من خلال المواقف، من خلال مواقف معينة، فيشعر يقول لك هذا الموقف أنا سابقا كنت ماربي، لكن هذا هو الحقيقة أول مرة بجسم المادي. بس اللاوعي هو ماربي، هو ماربي ليش؟ لأنه هي طاقته الداخلية اخترقت حاجز الزمن ودخلت إلى هذا المكان وعرفت هذا المكان ورجعت إلى العقل الباطن. طبعا الزمن هو بين قوسين اصطلاح موجود بحياتنا اليومية فعلا، لكن بالفضاء الخارجي ماكو شيء اسمه زمن، ماكو شيء اسمه طاقة، فالزمن ينعدم أساسا. أكيد. للأسف إحنا خلص الوقت كلش بسرعة وياك أستاذ سينما، يعني إحنا نتمنى لو يعني يزيد الوقت وياك، لكن للأسف هو هذا وقت برنامجنا. كلمة لكل مستمعينا ومستمعاتنا، كلمة لهم من عندك. كلمة من عندي أقول كل شيء يجيب لك السعادة أو تعتقد بأنه يجيب لك السعادة باشر بي، حتى وإن كان وهمي، حتى وإن كان وهمي باشر بي، ما عندنا إشكالية. كل شيء يجيب لك الهم والشؤم والمتاعب، نصيحتي لا تدخل بي. ليش؟ لأنه دا تأذي نفسك ودا تأذي صحتك بين قوسين. فعلا صحيح، نبتعد عن كل شيء مؤذي لنا، لأن بالنهاية إحنا بشر نريد نعيش حياة إيجابية بها طاقة بها سعادة. نبتعد عن السلبي ونروح للإيجابي. وأقرب الناس إليك منو؟ أبوك، أمك، ابنك، بنتك، إلى آخر أقرب الناس لك. إذا كان سلبي نصيحتي من عندك تركه، سوي له بلوك، سوي له بلوك. هاي حتى لو أقرب الناس شنو يعني؟ أي الطاقة السلبية دائما حاول قدر الإمكان أنه تجلب الطاقة الإيجابية إلى نفسك. الأهم هو أنت، فكر بنفسك، مو عيب الإنسان لما يفكر بنفسه. فعلا. تحياتنا إليك يا أستاذ سينما، بس قبل لن نختم البرنامج نحب ننوه عن مكتبك بالنسبة للحمودي قبل شوية اتصل. مو بس الحمودي، الحمودي ولكل المستمعين اللي يعانون من حالات نفسية أو مثلا طاقتهم الإيجابية قليلة يحاولون يحفزوها، كل هذا راح تلقوه مع سينما. أي بداية مكتبك وين بالضبط؟ بالكرادة، كرادة داخل. نعم. شارع الحمام. كرادة داخل شارع الحمام. مقابل حمام حجي مهدي. مقابل حمام حجي مهدي. ما عندي قطعة، ما أخلي قطعة أساساً أنا. أساساً ما. زين. ما تبي الشو والقطعة والمدري شنو هذي. يستدلون على مكانك. الفيسبوك موجود واليوتيوب موجود. اللي يوصل يم حمام. حمام حجي مهدي. حجي مهدي. يسأل عن سينما. دكتور سينما راح يقول لك هذا قدامك. ما يحتاج أساسا، بمجرد أن وصل الحمام حجي مهدي هي مقابلة أنا موجود. جيد جدا. أرقام التليفون اللي حبي يتواصل، أرقام التليفونات اللي حبي يتواصل، آسيا سيل 077-210-8012، وعراقنا 0781-61-26-367. طبعا من خارج العراق للي حبي يتواصل أيضا، بس مجرد أن الكود الدولي 00964. زين، ممكن تعيد الأرقام مرة ثانية؟ الأرقام اللي ما لحق يسجلهم على كيفنا شوية. أي 077-210-8012. نعم. أو 0781-61-26-367. أوكي، شكرا لك ونورتنا اليوم، ونتمنى أوقات الدوام. أوقات الدوام إن شاء الله كل أحد تكون ويانا. لا، أوقات الدوام مالتي بالمكتب مالتي. عمالينا طبعا تفكرون مصلحتكم، إن شاء الله كل أحد ويانا. أوكي، أوقات الدوام من الوحدة إلى الثمانية طبعا، بس قبلها لازم يتصل ياخذ موعد، ياخذ موعد أفضل. وحدة ثمانية مساء، من الوحدة للثمانية مساء كل يوم، نقدر نقول كل يوم باستثناء الجمعة، لكن قبل يأخذ موعد، يأخذ موعد أفضل حتى تكون متواجد وثبت موعد وياه. أرقامك يعني سمعوها كل المستمعين والمستمعات. نوجه تحية الحمودي، إن شاء الله يتواصل وياك إن شاء الله. هسه كل أحد وياكم لو شنو؟ إن شاء الله إن شاء الله. أمنيتنا هذا نكون سعداء وتكون طاقتنا إيجابية زايدة بوجودك. أنا طاقتي إيجابية اليوم لأنه قعدت من الصبح، عندي طاقة إيجابية حلوة، وجيت الناطة ما شاء الله الموجودين كل طاقتهم إيجابية الحمد لله. أشكرك، تسلم. هذا من ذوقك، نورتنا أستاذ سينما، شكرا على تواصلك ويانا، وشكرا على حضورك. تحياتنا لكل المستمعين والمستمعات اللي شاركونا اليوم بحلقتنا المميزة مع سينما الفلكي والروحاني، إن شاء الله نستضيفه بأيام القادمة. تحياتي لكم مع حبايبنا المستمعين، في الإعداد والتقديم زينة حميد، وأحلى تحية من مخرجنا يوسف الأمير، وباي باي.